أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله، جاء في الكتاب أن ضرب القرآن بعضه ببعض من فعل الكفار، فهل يدل على أن من ضرب القرآن بعضه ببعض يكفر؟ وكيف يعامل إذا ضرب القرآن بعضه ببعض متعمدا من أجل التلبيس والزيغ؟ فإنه يكفر. أما إذا حصل منه هذا عن جهل فهو مخطئ خطأ كبيرا وعليه إثم كبير. نعم، ولا يكفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.